Save Your Child ليست مجرد حملة تطلق اليوم، إنما تؤسس لمستقبل آمن لأطفالنا ولكل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي برعاية نقابة المحامين في بيروت. وفي خلال المؤتمر حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال، صرخة هدفها توعية الأهل والأطفال كل من موقعه. نحن اليوم عم نلعب دور خاصة بزمن الشلل والتعطيل والغياب للأسف بالسلطات الدستورية، عنا دور طليعي أقله لنحمي المجتمع ونحمي أولادنا. من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء، الجميع أثنوا على ضرورة مراقبة محتوى التطبيقات والحل ليس بحجبها. كل محور هذه الندوة اللي كانت موجودة اليوم هو أنه ما نعمل ردة فعل، بس يكون في تحديث للقوانين لتأخذ بعين الاعتبار كل التطور التكنولوجي اللي صار لنقدر نواكب العصر نحن. من هذا المنبر صرخة أطلقها النائب توني فرنجي لإنزال عقوبة الأعدام بالمغتصب. واليوم في كلام بين وزارة الإعلام ومدراء بتيك توك لفتح مكتب بلبنان يكون عم بيواكب أي تحركات مشبوهة على هذه المنصات. مئات الحالات من العنف والتحرش تتلقاها وزارة التربية عبر الخط الساخن، ونداء لإعلان حالة طوارئ. في عنا تنسيق شبه يومي مع وزارتي العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية، في عنا جهاز خاص غرفة عمليات لمتابعة قضايا العنف، قضايا التحرش، قضايا الدعم النفسي. المشكلة خطيرة وحساسة، ولكن الأهم أن نتفق على الآليات، آليات الحل. وأنا أدعو من هنا طبعا إلى إعلان حالة طوارئ وطنية بهذا الخصوص. مسألة مواقع التواصل تتخطى الأطر المحلية، إنما الحاجة ملحة لمنظمات دولية ترعاها. We would propose moving forward coming from this important conference. One would be the action plan on online safety in collaboration with the stakeholders in the room to really encourage the parents with concrete tools to safeguard children online but also recognize signals of distress. إذن عدة توصيات خلص إليه المؤتمر، وأبرزها الإسراع في تطوير القوانين التي ترعى البيانات وتحفظها، كما توصي للأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها وحجب المنصات التي تشكل خطرا على المجتمع ككل.